كنا ننتظر الكثير من فريقنا، لأن في إمكانيات كبيرة، قدرات كبيرة في اللعب، دولة سخرت إمكانيات كبيرة، لكن للأسف تقصير. ورجع الفريق، وتحية للفريق، سوف ينهض إن شاء الله. لكن بعض التواصل الاجتماعي والسموم أقاموا الدنيا ولم يقعدوها، بالماضي من الماضي دخلوا في فتن، ومقصود هو الشباب، زرع الفتنة ليس فحسب بين أبناء المنطقة، ولكن راحوا يزرعوا الفتن داخل مناطقنا العربية المجاورة الصديقة والشقيقة. الرياضة ما كانت إلا لتقريب أشقاء أكثر، لتقريب كل إنسانية من بعضها، ليست هي عامل للتفرقة. لذلك نقول للإخوة الصحفيين، حاشا أن يكون هناك يعني وعي، ولكن واجبنا كتيار سياسي، كأسرة وطنية، يعني أنها تنبه وتحذر من أن هناك مخاطر تستعمل الرياضة للتفرقة داخل الوطن ولزرع الفتنة مع أشقائنا.